الأحبة، ما أروع إسلامنا. واعلموا أن يعني أبرز سمة وصفة في هذا الدين العظيم هي البساطة والوضوح. هذا الدين في طرحه أريحي، في المفاهيم بسيط ومفهوم، كما سردها الشيخ كالماء العذب الرقراق، يعني تدخل إلى قلوبنا بكل هدوء وتستقر في عقولنا بكل وضوح بدون لا التباس ولا غموض ولا تلاسم. فهذا هو الإسلام. فإذا يعني رأيتم من يعرض الإسلام بفلسفة معقدة، أو رأيتم يعرض الإسلام يعني عبارة عن أمور غامضة أو أنها يعني أمور متداخلة أو معقدة، فهذا ليس من دين الله في شيء، سواء الجانب الفلسفي العقلي أو جانب الشطحات وجانب الغيبيات. هذا الدين واضح أيها الأحبة، واضح وضوح الشمس في كبد السماء، ليس دونها سحاب. ونسأل الله أن يكون دائما طرح دعاتنا ومشايخنا بهذا الشكل الجميل الذي يحبب الناس بدين الله سبحانه وتعالى، ويجعل قلوبهم تتفتح لذكر الله سبحانه وتعالى، ويجعلهم يتعشقون هذا الدين ويقبلون عليه وهم مطمئنون أنهم إن شاء الله ملحوظين ومحفوظين، وأنهم في ظل الرعاية والعناية الإلهية.